وانتوا في جلسه العمل انا عارف ان انت دلوقتي خلاص استاذ كبير اللي هو فيما معناه اللي هو انت بقيت معلم الله يخليك الله يخليك. فانت وانت بتقرا السيناريو كنت متوقع النجاح الكبير وانت بتقراه اللي انت شايفه دلوقتي على السوشيال ميديا؟ لا 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 خالص. لا لا يعني كنت بدعي ربنا في اي عمل من الاعمال اللي انا بعملها ربنا يرزقني التوفيق وربنا يكرمنا وتعبنا وما فيش عمل بيعدي كده كلنا بنتعب فيه وبنسهر وبنت ويعني بنشتغل ده شغلتنا يعني صح. فبندعي ربنا بالتوفيق لكن مع اول حلقه ده لا لا ما كنتش يعني ما كنتش متوقع اطلاقا يعني يعني وانت بتقرا ما قلتش مثلا المسلسل ده هيكسر الدنيا؟ لا لا بالعكس انا كنت خايف العكس كنت خايف انه ما يبقى ما يبقاش في كونتاكت لا لا نبقى مع بعض هنا صح لا بهزر معاك لا اصل خلاص بقى نلعب مع بعض انا معاكم لا يعني انا كنت متخوف قوي لفكره انه انه حياه الفنان ما نعرفش نتناولها او نقدمها للناس او الناس ما تبقاش كير ليها اوكي ده اللي كان مرعبني يعني كنت مرعوب قوي عشان كده العكس اللي كان حاصل يعني كنت اتمنى ايه تعدي بسلام يعني بس كنت خايف ان هو ما ينجحش كنت خايف لا مش مساله ما ينجحش يعني الحدوته والحاجات والديتيلز اللي احنا عاملينها وحافظينها تقول يعني ان في حاجه حلوه بس النجاح يعني ردود الافعال ونسب المشاهده اللي كانت بتجي لكم على حلقات فانت هل انا بقول لك انا على مستوى الورق أوكي. الحدوته انا بتناول ايه يعني يعني بتناول قصه فنان أوكي. دي كانت رعباني ما كنتش عارف هل احنا هنقدر ننجح في توصيلها للجمهور هذه المعاناه ولا لا فهمت خلاص فكنت لما اتعرض من اول حلقه بقى ولقيت ردود الافعال يعني الله اكبر يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله عنيفه من اتصالات من السوشيال ميديا من بوستات بتتبعت لي من حاجات على الصفحه من تفاصيل عامله ازاي من ناس في الشارع طب هيعمل ايه طب هيقتلها طب هتقتله طب اتخضيت وناس بتقول طب ما تكملوا يعني احنا الحلقه الخامسه خلاص يعني هو معروف حكايه كل اسبوع هم خمس حلقات يعني دي اخر حلقه يعني طب ما مش عارف لما حصل انه المخرج قال كات وبتاع يلا تمام مش عارف ايه يا نهار ايه ده هو ده طلع بيصوروا يا اولاد الذين يعني لا يعني كان في تجاوب فظيع الناس كانت بتتمنى يكون في جزء تاني يعني كان في تجاوب فظيع فظيع فبصراحه يعني لا يعني ان قيل شيء يعني فده توفيق ربنا في الاول وفي الاخر قصه شائكه وموجعه الناس بتحب القصص دي فنتكلم بقى تاني في اصل الاحداث عشان انا بحب اتكلم في التفاصيل لا قول 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 في الواقع ممكن حد فعلا يضحي بابنه عشان شغله أو فنان يضحي عشان لو احنا بنتكلم بقى على الفن في الحالتين الفن يضحي بابنه يضحي بكل حاجه طبعا طبعا يعني لانه احنا عندنا في فنانات موجودين ضحوا بعمرهم مش يعني بالعمر نفسي انا كبني ادم ضحيت بعمري في سبيل الفكره الفنيه في ضحت بالولد ضحت بفكره انها يبقى عندها ضنا في سبيل الفكره الفنيه في حاجات كتير يعني للاسف الشديد يعني عندنا بعض الناس تقدر تعتبرها مقاسي بعض الناس تقدر تعتبرها تضحيات بعض الناس تقدر تعتبرها حاجات كتيرة جدا في سبيل الفن والفكرة الفنية وتقديم الرسالة وتقديم حاجة للمجتمع وتقديم لا في ناس فعلا بتعمل كده